بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. كل عام وأنتم بخير أيها الأحباء. اليوم بيوافق عيد الصعود المجيد اللي بيقع يوم نسميه خميس الصعود، وبيعتبر في كما يقول الآباء هو مجد بقية الأعياد، وأعظم امتياز أعطاه لينا رب المجد يسوع من خلال صعوده إلى السماء بعد أن أتم عمل الفداء وأكمل كل ما يحتاج الإنسان للخلاص بعد 40 يوم من قيامته، وبالتالي فتح لينا الطريق مرة أخرى وأعرضنا مرة أخرى إلى الفردوس وأجلسنا معه في السماويات زي ما ذكرنا في الأسبوع السادس أو الأحد السادس من فترة رحلة الخمسين. وهنا أحب أن أذكر ما قاله الكتاب المقدس في إنجيل معلمنا لوقا البشير أصحاح 24 وعدد 51: وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء، فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم. وده نفس الموقف اللي تكرر في سفر أعمال الرسل أصحاح 1 ومن العدد 1 إلى العدد 11. إذن هو يوم عظيم في تاريخ البشرية أكمل به السيد المسيح رحلة التدبير بتاع الخلاص بتاعته ورحلة وجوده على الأرض، وبالتالي صعد بعد 40 يوم. الكنيسة وضعت لينا احتفال عظيم ويعتبر واحد من الأعياد السيدية الكبرى، تذكار صعود الرب يسوع لثلاثة أسباب. السبب الأول هو أن احنا نتمثل زي الملائكة اللي فرحت به واستعدت لاستقباله استعداد يليق بمقامه العظيم، استعداد يليق بمقام وجلالة الملك المرهوب. ابتدت تنادي، عشان كده بيقول في مزمور 24 وعدد 7 إلى آخر المزمور: ارفعنا أيتها الأرتاج رؤوسكن، وارتفعنا أيتها الأبواب الدهريات، فيدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ لعل العبارة دي بنسمعها في تمثيلية القيامة يوم ليلة عيد القيامة المجيدة، بس ليس فقط لقيامة السيد المسيح ولكن لدخوله إلى السماويات، أو آسف لصعوده إلى السماويات مرة أخرى. إذن هو فيها دعوة، دعوة بشارة وفرح واستقبال عظيم يليق بهذا الملك الممجد. من هو هذا ملك المجد؟ الرب القدير الجبار، الرب الجبار في القتال. ارفعنا مرة أخرى أيتها الأرتاج رؤوسكن، وارتفعنا أيتها الأبواب الدهريات، فيدخل ملك المجد. من هنا جاء إحنا بنتمثل بالملائكة، أي بنشترك معهم في هذا اليوم العظيم، يوم صعود رب المجد يسوع. أيضا بنتذكر من خلال صعود نبوة قال معلمنا داود النبي ودعا بها كل الأمم عشان تترنم باسمه وتحتفل بصعوده بفرح وابتهاج، والكلام ده مذكور في مزمور 47 وعدد 8، يقول: ملك الله على الأمم، الله جلس على كرسي قدسه. لو جينا حبينا ناخد الآية من أولها، شوفوا الدعوة الحلوة، يقول: صعد الله بهتاف الرب بصوت الصور، رنموا لله، رنموا، رنموا لملكنا، رنموا، لأن الله ملك الأرض كلها. ملك الله على الأمم، الله جلس على كرسي. ولعل ده القرار أو البيت اللي بإحنا بنكرره في التوزيع أثناء القداس الإلهي، أثناء ما بنقرأ المزمور: يسوع المسيح ملك المجد صعد إلى أعلى السماوات وجلس عن يمين أبيه. يبقى إذن تشبها بالملائكة استذكار ولتنفيذ هذه النبوة اللي ذكرها معلمنا داود النبي. أيضا في أقوال آبائنا الرسل جاء في الدسقولية رقم 31:
يقول في أوامر أبائنا الرسل من أول اليوم من الجمعة الأولى احصوا 40 يوما إلى خامس السبوت أي يوم 50، ثم ضعوا عيد لصعود الرب الذي أكمل فيه كل التدبيرات وكل الترتيب، وصعد إلى الله الآب الذي أرسله وجلس عن يمين القوة. عشان كده أيضا كان في تقليد يقول كده لا تشتغلوا في يوم الصعود لأن تدبير المسيح أكمل فيه. الإنسان اليوم دي عليه إن هو ما ينشغلش بأي حاجة غير إن هو يتذكر إنه بصعوده ذهب لكي ما يعد لنا المكان، وده وعد الرب يسوع لنا في إنجيل معلمنا متى يوحنا البشير: أنا أذهب لأعد لكم مكان حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. لعل آبائنا الرسل وآبائنا القديسين في تاريخ الكنيسة أدونا أقوال عظيمة وحلوة تدل على منزلة هذا اليوم في الكنيسة منذ القديم. حكتفي بقول واحد للقديس أبيفانيوس ويقول إن هذا اليوم هو مجد بقية الأعياد وشرفها، لأنه يتضح أن الرب أكمل في هذا العيد عمل الراعي العظيم الذي أخبرنا عنه. بكده يبقى إذن الاحتفال من أجل التذكار كل هذه الأمور، ولكن يبقى بعد ذلك كيف نحتفل نحن بهذا العيد. إذا الكنيسة عندما وضعت هذا اليوم خميس الصعود لابد هناك غرض: تنفيذ للأقوال، تنفيذ للنبوات، إكمال لما قاله الآباء الرسل، لكن بقي الدور علينا إحنا أحبائي كيف نحتفل بهذا اليوم. أولا الكنيسة تريد أن تشجع أولادها على الشكر وتمجيد الله اللي أصعد طبيعتنا الساقطة وأجلسنا معه في السماويات. كانت طبيعتنا ساقطة منحدرة إلى الهاوية، لكن بموته وقيامته أقامنا معه، وبصعوده أصعدنا وأجلسنا معه في السماويات، كما هو مذكور في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس أصحاح 2:6. الهدف الآخر أو الاحتفال الآخر، وهو أن الكنيسة تريد أن تعلم أولادها إنه مين هو الذي صعد لأجل خلاصنا، مين هو الذي نزل لأجل خلاصنا في الأول. الذي نزل لأجل خلاصنا، الذي تجسد لأجل خلاصنا، هو نفسه الذي صعد أيضا فوق جميع السماويات. تعجبني العبارة اللي قال عنها معلمنا بولس الرسول في أفسس 4، يقول كده: لكي يملأ الكل. يا مجدك عظيم يا رب، جلالك يفوق كل جلال أرضي. شكرا ليك يا رب، دينا نحن يجب أن نفرح اليوم يا أحبائي، لأن الرب ملك على جميع الأمم، مل الله جلس على كرسي مجده كما ذكر في المزمور 47. إذن هي دعوة لكل إنسان أنه كفاية نظر إلى الأرضيات، لابد أن ترتفع أنظارنا بعد كده إلى السماويات، لابد أن ننشغل بالسماويات، لابد أن ننشغل بهذا المكان الذي أعد من أجله خلاصنا، والذي أعد من أجل أبديتنا ونمكث معه إلى الأبد. آخر حاجة أحبائي، كنيسة حبت توري أولادها أن يسوع الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا في للدينونة، وده اللي ذكره الملاك للتلاميذ في أعمال الرسل أصحاح 1:11: ما بالكم تنظرون إلى السماء، إن يسوع هذا الذي ارتفع إلى عنكم إلى السماء سيأتي هكذا في مجيئه. إذن دعوة لينا ليست فقط باحتفالات أرضية، ولكن اشتياقات سماوية واستعداد لمجيئه الثاني المبارك. وهنا أحبائي أحب أقول أن الكنيسة في طقسها الجميل في القداس بتضع أمامنا هذا اليوم أو تذكار الصعود والقيامة في كل قداس إلهي إحنا بنعمله. إزاي؟ كنيسة
وضعت لينا طقس جميل جدا في أثناء التناول. في أثناء التناول بعدما الأب الكاهن بيناول الشعب آسف يناول الشمامسة، وقبل ما ينتقل إلى الشعب بيغطي البقي الجسد الباقي في الصينية عشان يذهب بيه عشان يناول الرجال وبعد كده يناول السيدات. نلاحظ أنه هذا الغطاء هو لتوضيح أنه هذا السر عظيم لا يستطيع أن يراه أي إنسان إلا الإنسان المستعد لتناول جسد الرب ودمه. عشان دي القيامة، القيامة كل الناس شافت الصلب أو معظم الناس شافت الصلب، بس مش كل الناس استطاعت أو استحقت أن ترى القيامة. عشان كده بنلاقي أنه الأب الكاهن بيغطي هذا الجسد لأنه لا يستطيع أن يراه إلا الإنسان المتقدم للتناول، يعني بقية الشعب لا يستطيع أن يروا هذا الجسد. في طقس القداس بعد ما الأب الكاهن يناول الشمامسة ويغطيهم بيلتفت مرة إلى الشعب ويقول جسد ودم عمانوئيل إلهنا يسوع المسيح ابن الله الحي، والشعب يرد ويقول مبارك الآتي باسم الرب، وهم منحني الرؤوس. هذا المنظر أول إشارة إلى قيامة السيد المسيح له المجد. وسجد التلاميذ حينما رأوا الرب، ويرجع الأب الكاهن مرة تانية إلى المذبح ويضع الصينية على المذبح ويلتفت إلى الجانب الآخر ويكمل أيضا هذه العبارة، جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا أمين. وهنا لا يعود الكاهن مرة أخرى أنه يضع الصينية على المذبح، وده إشارة إلى الصعود. بعد أن صعد السيد المسيح له المجد إلى السماويات لم يعد بين التلاميذ مرة أخرى، إنما في القيامة كان بعد القيامة مكث مع التلاميذ 40 يوم. إذن الدورة الأولانية إشارة إلى القيامة ويعود مرة أخرى إلى المذبح، الدورة الثانية إشارة إلى الصعود ولا يعود مرة أخرى إلى المذبح لأن يسوع المسيح صعد إلى على السماوات. هل نتذكر وندرك جمال هذه اللحظة اللي احنا بنخشع ونسجد فيها برؤوسنا كما سجد التلاميذ ليه، وكما فرح التلاميذ في قيامته وفرح التلاميذ أيضا في صعوده. لذلك وضع التوزيع أثناء التناول للتسبيح كما ذكر في إنجيل معلمنا لوقا، ورجعوا إلى أورشليم وهم يسبحون الرب، رجعوا يسبحون. عشان كده بدعو كل إنسان أقدس لحظات، لحظات التناول اوعى تضيع هذه الفرصة في أي حديث جانبي أو أي حديث عالمية. المسيح قائم على المذبح وبقيامته يعلن لنا أنه انتصر على الموت، وبصعوده يعلن لنا أنه أعد لنا مكان. هل أنت تشتاق إلى هذا المكان؟ هل تستعد إلى هذا المكان؟ أشجع كل إنسان أنه في هذه اللحظات فعلا بكل الخشوع نسجد أمامك أيها المسيح إلهنا، لأنك ملكت وخلصتنا يا رب. من هنا أصبحت الصعود والقيامة ليست مجرد أوقات فقط معينة في عيد القيامة وفي عيد الصعود، ولكن هو في كل يوم في كل قداس إلهي بنلاقي تذكار لهذه القيامة وهذا الصعود. طلبتي إلى الله أنه يجعل هذا اليوم يوم بركة وفرح وتمجيد واشتراك مع الملائكة، لكي ما نكون أيضا نحن أيضا مستعدين لهذا الصعود الإلهي. أختم بحاجة بسيطة، وهو في طقس القداس بيتم القداس بالضبط زي أيام الخماسين، ما عدا أنه في الدورة
بتاعة عيد القيامة، بدل ما كنا بنزف أيقونة القيامة فقط، هنا بنزف أيقونة القيامة وأيقونة الصعود، ونزف بها الكنيسة 3 مرات والهيكل 3 مرات، ونعود إلى الهيكل مرة أخرى، وأيضا يضاف لحن آخر للصعود مع إخريستوس أنيستي. كل هذا ما يشمله القداس بتاع الصعود. إضافة أخرى في الجسمة بنقول: وبعد 40 يوما صعد إلى السماوات وأرسل التلاميذ، أو أرسل الروح القدس على التلاميذ مثل ألسنة نار. والعبارة دي بتضاف من يوم عيد الصعود إلى يوم عيد العنصرة، يوم عيد حلول الروح القدس. إنما بقية القداس بيكون كالمعتاد زي باقي أيام الخماسين، مع اختلاف الألحان أو المردات. مرد الإبراكسيس بيشمل حاجة خاصة بالصعود، السلام لصعوده لما صعد إلى السماوات. التوزيع كما قلت: يسوع المسيح ملك المجد صعد إلى أعلى السماوات وجلس عن يمين أبيه. الله يبارك هذا اليوم ويجعله سبب بركة لكل نفس، واستعداد شخصي لكل واحد مننا، وطلبة خاصة من قلب كل إنسان يقول له: يا رب أهلنا لهذا اليوم اللي تأتي فيه وتأخذنا معك لنجلس معك إلى الأبد. لإلهنا كل مجد وكرامة وسجود من الآن وإلى الأبد. آمين.